داخل مجمع سكني متكامل الخدمات في منطقة كاشوستو التابعة لحي يمرة. طبعا احنا الان في الدور الرابع، نعرض لكم شقة 3 غرف صالة مساحتها 178 متر مربع. طبعا كل دور فيها شقتين، مشروع مميز، اطلالات مميزة. طبعا افضل شيء في المشروع الصالة او في الشقة الصالات جام بالكامل، حيث تكون الإطلالة واضحة وجميلة على البحر. أول ما ندخل عندنا الانترفون طبعا بالكاميرا، وهذه البوابة الرئيسية للشقة. مدخل جميل، شرح واسع. الطابق الرابع طبعا هنا عندنا الصالة مثل ما انتم شايفين، نظام تدفئة مركزية. هذا الجام الأمامي، إطلالة كاملة على البحر والمدينة. طبعا مثل ما انتم شايفين هذا البحر قدامنا. عندنا معرض ايبك اللي هو الشارع الرئيسي امام المعرض، الشارع الرئيسي. هذا معرض استقبال ايضا، طالة كاملة على الطبيعة والبحر. مساحة الشقة 178 متر مربع، 3 غرف صالة، 3 دورات مياه. هذه البلكونة الأمامية مثل ما انتم شايفين، مساحة كبيرة أيضا، إطلالة كاملة. هي مشتركة طبعا بين المطبخ والصالة. طبعا هنا عندنا المطبخ، المخرج، البلكونة. مساحات الغرف أيضا كبيرة ما شاء الله. هذه دورة المياه الأولى، أنتم كرامة. عندنا هذه الغرفة رقم 1. طبعا تمديدات الإنترنت أيضا واصلة، الألياف البصرية. وعندنا أيضا إطلالة كاملة من الغرفة الأولى على البحر والمدينة. عندنا هنا دورة المياه الثانية، طبعا متكاملة. عندنا هنا الغرفة الثانية أيضا، مساحة كبيرة وشرحة. وهنا غرفة النوم الرئيسية، طبعا فيها دريسنج روم وأيضا فيها مخرج طوارئ. عندنا هنا دورة المياه متكاملة، هذه الغرفة أيضا مساحتها كبيرة وشرحة. طبعا إطلالة الخلفية أيضا جميلة على المزارع، وهذه البلكونة الجانبية. منطقة كاشوستو في حي يمرة، قريبة من جواهر مول. الطابق الرابع، إطلالة كاملة على البحر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.